الناس خد يعني مش عارف اعد هو, بس احنا يعني ما خدنا احسن اخراج دبي وجائزه كبرى في فماك في فرنسا واحسن فيلم في مهرجان مكسيك السينمائي الدولي وهبه خدت احسن ممثله في اسوان افلام المراه واحسن ممثله عربيه في جوائز النقاد اللي اتوزعت في كان السنه اللي فاتت. انا ما بشوفش حاجه اسمها افلام مهرجانات وافلام عاديه وافلام مش عاديه يعني ايه ايه الفيلم غير العادي عشان ابقى الفيلم بتاعي عادي, او ايه الفيلم العادي عشان يبقى الفيلم بتاعي غير عادي. ما يعني بفهمش الحاجات دي كلها تصنيفات السوق هو اللي بيعملها يعني عشان يعني يبقى الحصص متوزعه بشكل او باخر يعني. يعني انت عارف في مصر السوق يعني هو احتكاري جدا, اللي بيتحكم فيه موزعين والموزعين عندهم دور عرض وهم في نفس الوقت هم المنتجين, فهم بيقولوا فيلم عادي يعني فيلم اكشن فيلم كوميدي فيلم اجتماعي. انا عندي فيلم يعني حقيقي واقعي بيعبر عن الناس وعني, ما اقدرش اقول اكتر من كده في حته هو فيلم عادي او فيلم مش عادي. لا هو فيلم يعني صادق. لا انا قراري من الاول ان يكون ما يكونش في اي نجوم معروفين, وان كنت بشوف ان احنا عندنا ممثلين ممتازين وانا بحييهم جدا كلهم من اول هبه واسماء وكلهم عملوا مجهود رهيب جدا. احنا عملنا بروفات تمثيل بس اكتر من 9 شهور, ودي مدة طويلة جدا بتخلينا حاسين دلوقتي ان احنا عملنا اللي علينا ومبسوطين بعرض الفيلم ومبسوطين ان دلوقتي الناس بتشوفه في مصر لاول مرة. ف يعني مصر مليانة مواهب ومليانة طاقات كتيرة جدا انها بتتفجر. والسؤال الطبيعي هو ليه مفيش افلام ما فيهاش ناس معروفين او مشهورين؟ يعني السؤال المفروض يبقى ليه ما في مش ليه في افلام مش كلها نجوم, هو العكس المفروض يكون موجود. في افلام كتيره جدا فيها نجوم او ممثلين مشهورين او نجوم معروفه, ف يعني يبقى كويس برضو لو في افلام بتطلع ناس جديده طالما عندهم موهبه وعندهم الامكانيات. كل فيلم بطاقته وبالطريقه اللي انت عايز تعملها بيه وافكارها يعني مفيش حاجه ما تصنفش. يعني انا بكره كلمه التصنيف جدا. التصنيف هي حاجه الناس بتقصد بيها انها تحطك في منطقه وتخلص منك. فالتصنيف امر سيء جدا جدا واحنا بنعاني فيه في مصر, لان التصنيف يعني اقصاء. يعني انا ما اقدرش اقول ان انا هتصنف في حاجه. انا كل فيلم باللي بفكر فيه ان شاء الله عندي مشروع جديد وبشتغل عليه وربنا يسهل.